اهلا ومرحبا بكم معي من جديد في قناة الطبخ البيت مع افكار. اليوم غادي نشارك معكم تشكيلة ديال الاعشاب المنسمة اللي كتعطي واحد اللذة للاطباق وفي نفس الوقت صحية. وغادي نشارك معكم السمن بطريقة اللي سهلة ومبسطة وكيجي المذاق ديالو اكثر من رائع. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. اول حاجة غادي نشارك معكم الاعشاب المنسمة اللي غادي نحتاجو فيهم كمية ديال قزبر حبوب اللي مصهد ونصف الكمية ديال الزعتر اللي نقيته وصهدته ونصف الكمية ديال ورقة سيدنا موسى حتى هي غسلتها ونقيتها وصهدتها والزعتر حتى هو مغسول ومنقي ومصهد نصف الكمية. غادي ناخذ جميع المكونات ونطحنهم جيدا ونتلقاو ان شاء الله. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما طحنتهم وغربلتهم. فغادي نديرهم في واحد القريعه ديال الزاج ونستعملوهم في جميع الوصفات. كيزيدوا في صراحه واحد اللذه وفي نفس الوقت كيبقاو صحيين. نتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم ان شاء الله. بالنسبه للسمن غادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال الزعتر وجوج معالق كبار ديال الملحه و300 غرام ديال الزبده الطريه. اول حاجه كنبداو بها هي اننا كنغسلو الزبده بالماء كندلكوها بداك الماء حتى كنحيدو منها كاع الحليب. بالنسبه للزبده كتختلف، كاين اللي كيكون فيها الحليب بزاف كاين اللي كتكون فيها نسبه قليله. مهم اننا كنبقاو كنغسلو فيها حتى داك الماء كيولي صافي ما فيه حتى شي حاجه كما كتشوفوا معايا بحال هكا. من بعد ما غسلتها جيدا حتى رجع الماء صافي بحال هكا غادي نضيفوا المعلقه الاولى ديال الملحه باش نغسلوها بالماء المملح وغادي ندلكوها واحد شويه ونرجعوا نصفوا داك الماء باش نضيفوا لها المعلقه الثانيه ديال الملحه. من بعد ما غسلت الزبده جيدا حتى رجع الماء صافي هكا غادي نصفيها ونضيف لها المعلقه ديال الملح اللي كانت باقيه لنا ونخدموها هاد المره غير بالملح بلا ما نخدموها مزيان. عاد نضيفوا لها الزعتر اللي غليته في الماء حتى تبخ مزيان وكنخليوه يبرد مزيان. عاد نضيفوه للزبده باش يعطيها واحد الذوق منها ينسمها وفي نفس الوقت كيبقى بحال ماده حافظه كتحافظ على ديك الزبده حتى كيولي حتى كتولي سمن.
من بعد ما خدمنا الزبده جيدا بداك الزعتر، غادي نديروها في اناء ونغطيو عليها بالماء ديال الزعتر ونخليوها تبات من الاحسن ليله كامله باش يجي داك السمن منسم. هذا هو الشكل ديال السمن ديالنا. كان نصفيو داك الزعتر مزيان، مهم جدا انه ما يبقاش فيه نهائيا الماء. كنصفيو نديرو في علبه ديال الزاج ولا ديال الطين على حسب اللي متوفر عندنا، وكنديرو في شي مكان اللي ما يكونش فيه الضوء وما توصلوش الاشعه ديال الشمس. كنخليو كيوجد دغيا عنده مده ديال الشهر. هذا السمن اللي كنوريكم انا دابا عنده المده ديال الشهر كامل، هو هنا واجد للاستعمال. صراحه كتجي اللذه ديالو ماشي قويه بزاف، وكيجي بنين وكان يعطي واحد اللذه خاصه في الاطباق اللي كيدخل فيها السمن. هالطريقه كتبقى يعني سهله وبسيطه، ودغيا كيوجد معنا السمن. انا بصراحه علمتها لي الوالده ديالي، ونتمنى ان شاء الله تنتم تجربوها وتنجح معكم وتعجبكم. وما تنساوش ديروا جيم واشتراك القناه، وشكرا.